أستاذة نغم كان ليها سؤال أمس وكانت بتسأل عن معنى كلمة نكير. هو كلمة نكير بتكون بمعنى الإنكار، أنت بتنكر على حد أنه بيعمل حاجة، فكقول ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ويكون برضو بمعنى النكير بمعنى الشيء الصعب، يعني أمر بقى هيمروا بحاجة رهيبة، يعني زي ما في سورة الحج واللي احنا في رحابها، في رحاب التفسير الموضوع لها فكيف كان نكير، يعني أمر النكير صعب شديد. فبالتالي ده لذلك كان العذاب اللي لحق بهذه الأقوام التي كذبت رسلها الكرام كان عذابا شديدا، من شدة ما صنعوا مع أنبيائهم الكرام، من سوء ما قاموا مع أنبيائهم الكرام بالإنكار وعدم التصديق بالوحي الشريف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح لنا ولكم بكل خير.